طلعوا شو عندنا الريسك فاكتور، ما هم الريسك فاكتور للانفكتد ميوكاردايتس؟ في عندي انا طلعوا في عندي مجموعتين في الريسك فاكتور، في عندي هاي ريسك جروب وفي عندي لو ريسك جروب. هاي ريسك جروب وفي عندي لو ريسك جروب. هاي ريسك جروب هذول شو اهميتهم؟ هذول الهاي ريسك جروب اذا عملوا اي انفيزيف بروسيجر، اي انفيزيف بروسيجر شو امثل على الانفيزيف بروسيجر؟ اهم انفيزيف بروسيجر دنتال بروسيجر، عمليات الاسنان. طب غير الدنتال بروسيجر اي انفيزيف بروسيجر ريليتد للجي اي تراكت او ريليتد للجينيتو يورينري تراكت او ريليتد للريسبيراتوري تراكت، ريسبيراتوري تراكت او اي شيء ريليتد للسكن، اي شيء ريليتد انفيزيف للسكن. واضح؟ اي شيء ريليتد للسكن زي سكن بيبسي وهي الاشياء. إذا برونكوسكوبي تنظير للبرونكاي، أبر جي آي إندوسكوبي أو لور جي آي إندوسكوبي أو جينيتورينري زي تنظير المثانة مثلا أو تنظير الرحم، هذول كلهم أي انفيزف أهم واحدة فيهم الدنتال بروسيجر. إذا أي مريض هاي ريسك بده يعمل أي انفيزف بروسيجر شو لازم نعطيه؟ حتى التنزلكتومي شو لازم نعطيه؟ لازم نعطيه بروفيلاكتيك أنتيبيوتيك 1 أور بيفور ذا بروسيجر. واضح النقطة ولا لا؟ هذول الناس الهاي ريسك قبل العملية بساعة لازم ياخذوا إيش؟ بروفيلاكتيك انتيبيوتيك. واضح؟ هاي مهمة جدا. هذا الاشي ينطبق على اللو ريسك ولا لا؟ هذا الاشي اللي انا بحكيه ينطبق على اللو ريسك ولا لا؟ شو رايك؟ جواب يس ولا نو؟ جواب يس اور نو؟ الجواب يس. دكتور هنا بتحكي يس يس، يعني هذا ينطبق على اللو. شو يعني ينطبق على اللو؟ يعني حتى اللو ريسك لازم نعطيه احنا بروفيلاكتيك انتيبيوتيك. شو رايكم؟ هل متفقين مع الدكتور جبراش باقي الطلاب اللي معانا على الجروب؟ هل متفقين؟ هل اللو ريسك they are candidate for prophylactic antibiotic before any invasive procedure؟ شو رايكو؟ ايش رايكو طلابنا؟ لا يبدو باقي الطلاب يعلقوا، يعني ما بعرف ليش باقي الطلاب ما بيعلقوا. هسه الهاي ريسك حكينا قبل اي invasive procedure لازم قبل ساعه ياخذ prophylactic antibiotic. اللو ريسك هل نفس الشيء؟ جواب لا. جواب ايش؟ لا، اللو ريسك ما في داعي نعطيهم prophylactic antibiotic. في الامتحان شو راح يصير الجواب او شو بده الاكزامينر اياك؟ انك ايش؟ انك تعطي انتيبيوتيك لمين؟ تعطي انتيبيوتيك لمين بده اياك الاكزامينر؟ خاصه اذا عقلك كان كاتب الامتحان، تعطي الانتيبيوتيك خاصه الالترا موكس. ركز معي على الالترا موكس، هذا يعطي الالترا موكس لكل واحد، حتى لابو السعيد، حتى لابو السعيد. واضح النقطه ولا لا؟ ابو السعيد لا عامل عمليه اسنان ولا عنده كونجنتال هارت ديزيز ولا عنده اي اس دي ولا عنده اي شيء، عادي يعطيه. واضح النقطة؟ لا يعطي. واضح؟ فلذلك انتبه طلابنا انه مين هم الناس اللي بنعطوا بروفيلاكتيك انتبيوتيك قبل بساعة من اي انفيزف بروسيجر؟ شو الجواب؟ شو الجواب طلابنا؟ شو التيك هوم مسج؟ تيك هوم مسج هاي ريسك جروب، هاي ريسك جروب. مين هم الهاي ريسك جروب اوف انفكتيف ميوكارديتس؟ هسه راح احكي عنهم. بروستاتيك فال، الناس اللي عندهم صمامات اصطناعية بغض النظر عن نوع الصمام. Previous infected endocarditis، واحد عنده تاريخ سابق انه عنده infected endocarditis previous. واضح؟ البعدي congenital heart disease، بس ركزوا معي بالcongenital heart disease. الاطفال اللي عندهم congenital heart disease unrepaired مش معدل، يعني مش معمول لها عمليه. طب اذا كانت repaired، هذا السؤال الحير العلماء جابوه مره في الامتحانات، جابوه مره في ماده الاطفال، مره جابوه ماده الباطني. اذا كان repaired valve شو نعمل؟ repaired ASD او repaired VSD او repaired BDA او repaired ECD endocardial cushion defect او repaired thrush of fur. الريبير شو نعمل؟ حسب موعد الريبير. اذا كان الريبير لسان 6 مانث شو نعتبره؟ هاي ولا لو ريسك؟ اذا كان صار له اقل من 6 اشهر هاي ولا لو نعتبره هاي ريسك؟ طب اذا كان مور ذان 6 مانث هيو ريبيرد كومبليت ريبير كومبليتلي ريبيرد مور ذان 6 مانث نعتبره لو ريسك. واضح النقطة؟ هيك احنا انتهينا. طيب مين هي الكونجنتال هارت ديزيز؟ حتى لو كانت unrepaired، حتى لو كانت unrepaired تعتبر لو ريسك وما بنعطيها انتيبيوتيك. مين هي الكونجنتال هارت ديزيز اللي حتى لو كانت unrepaired نعتبرها لو ريسك وما بنعطيها بروفيلاكتيك انتيبيوتيك؟ شو الجواب؟ سؤال يجي ايش؟ مرة مرتين ترى يجي بامتحاني، يجي قبل امتحاني وراح يجي بعد امتحاني، راح يجي بامتحانكم وراح يجي بعد امتحانكم. مين هو الكونجنتال هارت ديزيز اللي حتى لو كانت unrepaired، يعني مش عاملين لها عمليه وموجوده عند الطفل او موجوده عند الادلت، ما بنعملها بروفيلاكسس؟ مين هي الجواب؟ شو الجواب طلابنا؟ ارجو يكون انتراكشن بيني وبينكم وتشوفوا، يعني اتمنى ان الماده تكونوا طابعينها وقارينها انتم قبل او حاضرين الفيديو
يعني لو حاضرين الفيديو الاصل القراءه ممتاز. الجواب في اس دي، جواب ايش؟ في اس دي. دكتور محمود جبرات الجواب بيحكي ايش؟ في اس دي. هسه الجواب في اس دي بدل اذا يعني اذا بدل باقي الطلاب. طب باقي الطلاب، طلابنا باقي الطلاب، باقي الطلاب، باقي الطلاب، باقي الطلاب. ارجو انه الكل يجاوب، يعني ارجو انه الكل يجاوب. يصير في انتر اكشن كويس، الانتر اكشن بيني وبينكم يعني ممتاز. يعني 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 هسه طلع علي انا لما اعطيتكم اكسس على الماده السنه الماضيه كنت يعني بتمنى انكم تكونوا انتم كون انا مواصل عند هذا الموضوع انكم تكونوا محضرين وسامعين الفيديو. الفيديو مش راح ياخذ منك شيء، احكي لك يعني وانت طالع الدوام حط السماعات واسمع. يعني مش شرط انك ايش انك تقعد في 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 غرفه مغلقه وانك تفرح حالك، لا حط السماعات بانت ذهنك وانت امشي. هيك اتذكر تماما انا لما كنت امتياز وقبل الامتياز كنت احاول قدر الامكان باي وقت فراغ احط سماعات واسمع اي شيء، اسمع اي موضوع حاب اسمع عن الفالفرات زيز احط سماعات واسمع، اسمع اي موضوع موجود على اليوتيوب موجود اي شيء اسمع واحاول. كل هذا فائده. الموضوع الجواب هو اي اس دي. جواب هو ايش؟ اي اس دي. بالتحديد انا نوع من انواع الاي اس دي سكندم اي اس دي. هيو سكندم اي اس دي هو يعتبر لو ريسك. حتى لو كان الطفل عنده اي اس دي وما عالجناه يعتبر لو ريسك وما في داعي نعطيه ايش انتبهتك. هذا صار يجي كثير في الامتحانات، انتبهوا له الطلاب ما بينتبهوا له او بيخربطوا فيه، هذا شيء غلط. طيب ريبيرد وذن 6 مانث حكينا بنعتبرها احنا هاي ريسك. ريبيرد وذ ديفكت، اذا كان عندي كونجنتال هارت ديزيز اذا ريبيرد وذ ديفكت يعني انكمبليتلي ريبيرد، يعني احنا الدكاتره عملوا لها عمليه ولكن ما صلحوها كامل، هذا يعتبر هاي ريسك 100% بغض النظر عن موعده عن 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 فترته الزمنيه حتى لو كان مور ذان 6 مانث. اكوايرد فالف ديزيز، الاكوايرد فالف ديزيز زي الاكوايرد اورتيك ستينوزس او اكوايرد مايترال ستينوزس، هذول الناس الالدر اللي بصير عندهم اورتيك ستينوزس هذول بيعتبروا هاي ريسك وبدهم ايش؟ بروفيلاكتيك انتيبيوتيك اكيد، ويعتبروا هاي ريسك للانفكتيف كاردايتس. الهقم هايبرتروفيك ابستراكتيف كارديوميوبثي، الهقم بنعامله معامله الاكوايرد فالفولار هارت ديزيز، بنعامله معامله الاورتيك ستينوزس فبنعتبره هاي ريسك. ركزوا معي في مرضين مهمات بيجيبوهم في الامتحانات، مرض اسمه ار اس روماتيك فيفر، مرض اسمه كوازاكي ديزيز. هذول الروماتيك فيفر والكوازاكي يمكن يكونوا هاي ريسك يمكن يكونوا لو ريسك. اذا كان الروماتيك فيفر والكوازاكي افكت الهارت، يعني روماتيك هارت ديزيز اند كوازاكي هارت ديزيز، هذول بيكونوا هاي ريسك ولا لو ريسك؟ شو تتخيلوا الجواب؟ إذا كان الروماتيك واصل للقلب، روماتيك هارت ديزيز أو كوازاكي واصل للقلب، كوازاكي هارت ديزيز بيعتبروا هاي ريسك. طب إذا كان الروماتيك فيفر مش واصل للقلب بس أفكت الجوينت أفكت الكدني، أو الكوازاكي مش واصل للقلب عنده شو بكون؟ لو ريسك. واضح النقطة ولا لا؟ لو ايش؟ لو ريسك. في الامتحان شو راح يجيب لك؟ إنه الروماتيك فيفر والكوازاكي إنها أولويز شمالها، انه اولويز الكوازاكي روماتيك فيفر شماله. شو تتوقع يعني بي ان اكزامينر؟ انت تكون حالك انت الاكزامينر، شو بدك تجيب للطلاب؟ انه الكوازاكي والروماتيك فيفر اولويز اولويز شو يعتبروا؟ اولويز هاي ريسك. هل هاي الجمله صح؟ لا الجمله هاي غلط والجمله هاي غير دقيقه، فلذلك انتبهوا لها. دائما اعتبر حالك زي الاكزامينر وشوف ايش بفكر الاكزامينر. طيب نيجي بعديها، لاحظوا انا كاتب لك روماتيك فيفر وذ هارت انفولفمنت او كوازاكي ديزيز وذ هارت انفولفمنت، راح تلاقي انه في عندي كوازاكي ديزيز وذاوت هارت انفولفمنت او روماتيك فيفر وذاوت هارت انفولفمنت، هذول يعتبروا لو ريسك. اي في دراج يوزر، اي انسان اي انسان بتعاطى اي في دراج يوزر يعتبر هاي ريسك اكيد. في عندي انا لونج تيرم فينس كاف، الناس اللي محطوط لهم فينس كاف، محطوط لهم قسطره وريديه، محطوط لهم كانيولا في الرقبه، غالبا القسطره الوريديه بتظهر لفتره طويله. لونج تيرم يعني بنحكي عن بنحكي عن يعني بنحكي عن مور ذان مور ذان 2 ويكس، اي قسطره ورديه بيستمر مور ذان 2 ويكس هذا يعتبر هاي ريسك. مين هذول الناس اللي بنخليهم قسطره ورديه مور ذان 2 ويكس؟ هذول اللاينز اللي بنحطه عشان الغسيل، عشان غسيل الكلى، عشان الكيموثيرابي، زي البيرماكاف وزي الدياليز لاين، زي الهيكمان لاين، هذول اللاينز الموجودين بالوريد بيكونوا يعتبروا هاي ريسك، هذول بدهم اكيد بروفيلاكتيك انت بدك. هيموديالز الناس اللي بيغسلوا اللي عندهم فيستولا هذول، هذول يعتبروا هاي ريسك، اللي هو هذول الهيموديالز يعني انو مرضى؟ انو مرضى يعني يمكن يعبر لي عنها بلغه اخرى، انو مرضى؟ هيموديالز انو مرضى؟ مرضى انو مرضى؟ هيموديالزس، هيموديالز انو مرضى؟ اللي هو كرونيك كيدني ديزيز، انو ستيج؟ انو ستيج هيموديالز انو ستيج؟ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 غالبا ديالز انو ستيج؟ ستيج 5، ستيج ايش؟ 5، ستيج 5 يعتبروا او بنسميهم اند ستيج رينال ديزيز اي اس ار دي. طيب على كل حال يعني طب اذا جبل لي يعني الاند ستيج رينال ديزيز بدل الهيموديالز هل بينفع ولا لا؟ شو رايك؟ واكيد هو مريض اند ستيج رينال ديزيز غالبا راح يغسل فهذا هاي ريسك يعتبر. طيب
بور دنتيشن، الناس البور دنتيشن يعني بظلهم يروحوا على دكاتره الاسنان عشان يعدلوا اسنانهم، او عندهم بور دنتيشن بغض النظر بيروحوا على دكاتره الاسنان ولا لا، هذول يعتبروا هاي ريسك. دي ام ديابيتس يعتبر هاي ريسك، اي مريض دي ام يعتبر هاي ريسك بده هاي ريسك فور انفكتد مخدرات. اتش اي في ومرضى الاتش اي في يعتبروا شمالهم يعتبروا هاي ريسك. واضح النقطه ولا لا؟ ارجوكم ركزوا على هاي النقطه. طيب هسه اللو ريسك، مين هم اللو ريسك؟ هذول هم اللو ريسك، ارجوكم ركزوا عليهم مره اخرى. هسا اللو ريسك في طلعوا سكندري اس دي، هي ذا اونلي كونجنتال هارت ديزيز، حتى لو كانت موجوده ما عالجت وما عملنا لها عمليه تعتبر لو ريسك، ما بدها انتبيتك. سكندري اس دي، اس دي من نوع سكندم، لانه في نوع اسمه برايمم، البرايمم اس دي لا يعتبر هاي ريسك. السكندم هي مين الموست كومن تايب اوف اس دي؟ السكندم اللي هي نوعها سكندم. طيب كونجنتال هارت ديزيز كومبليتلي ريبير مور ذان 6 مانث، طب اذا كانت انكومبليتلي ريبير تعتبر هاي ريسك، طب اذا كانت اقل من 6 اشهر تعتبر هاي ريسك. ميترال فالف برولابس، ميترال فالف برولابس اذا كان لحاله فقط برولابس يعني عندي ارتخاء في الميترال فالف بسيط، برولابس يعني ارتخاء بسيط في الميترال فالف، هذا يعتبر لو ريسك. طب اذا هذا الارتخاء اجى معاه ارتجاع، ارتخاء صمام ميترالي مع ارتجاع ام في بي مع ام ار مع ميترال ريجريتيشن، شو يعتبر؟ شو رايكم؟ ام في بي مع ميترال ريجريتيشن حكينا وين موجوده؟ ضمن الاكوايرد ديزيز، ضمن الاكوايرد فيرولزيز. لذلك اذا كان ام في بي مع ميترال ريجريتيشن ديفينتلي هاي تعتبر هاي ريسك، تعتبر هاي ريسك. بريفيوس كابج، هاي مهمه، اذا عامل المريض عمليه كابج هل يعتبر هاي ريسك؟ كابج يعني كورونيرتي باباس جرافتنج، شو رايكم؟ الكابج احنا ندخل جوا القلب، دكتور بيعمل كابج اللي يمكن اذا قعدت معاه مثلا ايش؟ انه يحكي لك والله يكون قاعد بالاستراحه ويحكي لك والله انا عندي هسه ايش؟ كابج، بتلاقيه بدخن في الاستراحه، هو الدكتور الوحيد اللي بدخن في الاستراحه، مع انه التدخين في الاستراحه شو ماله؟ ممنوع، بس هو بدخن، واضح النقطه ولا لا؟ ليش؟ لانه عنده عمليه ايش؟ قلب. هل الكابج عمليه الكابج بتدخل جوا القلب؟ يعني في عندي ريسك اوف انفكتد من دوكارداتس؟ شو رايكم؟ ما بدخل جوا القلب في الكابج، ما بدخل يعني لانه الكوريرتي وين موجوده؟ من برا، موجوده من برا، فلذلك ما بدخل جوا القلب، فلذلك الكابج هي ليست هاي ريسك، واضح؟ طب مين العمليات الهاي ريسك؟ الاوبن هارت، عمليات الاوبن هارت اللي بيفتحوا فيها القلب. اي سي دي امبلانتبل كاردك ديفيبريتر، هل الاي سي دي؟ الاي سي دي امبلانتبل كاردك ديفيبريتر هذا عباره عن جهاز صدمات للقلب، امبلانتبل يعني جهاز مزروع، كاردك ديفيبريتر يعني جهاز بيعطي صدمات للقلب بيكون مزروع تحت الجلد. هذا الاي سي دي بنعمل للناس اللي عندهم كاردنيوباثي، للناس اللي عندهم هارت فيلر. هذا جبنا سيرته ولا لا؟ جبنا سيرته قبل الموضوع، لكن وين جبنا سيرته؟ الاي سي دي جبنا سيرته هو الموضوع بالهارت فيلر، صح ولا لا؟ فاكرين الهارت فيلر؟ حكينا احد مش الفيرست لاين ولا السكند لاين ولا الفورث لاين، الفورث لاين احد انواع الفورث لاين لما نوصل مرحله الداجوكسين ونوصل مرحله الهايدرولازين ونوصل مرحله الايفابرادين، اذا ما ضبطوا هذول بنرجع بعدين نزرع على المريض اي سي دي او نزرع على اشياء. هل الاي سي دي يعتبر هاي ريسك؟ لا يعتبر هاي ريسك، يعتبر لو ريسك. بيس ميكر، اذا واحد مريض او مريضه زار على بطاريه تنظم كهربه القلب، هل هاي البطاريه منظمه كهربه القلب بيس ميكر يعتبر هاي ريسك؟ لا يعتبر لو ريسك، يعتبر شو ماله؟ لو ريسك، واضح؟ هذول الانترفينشن كلهم الكبج او الاي سي دي او البيس ميكر هم انترفينشن من برا القلب ولا من جوا القلب؟ شو رايكم؟ انترفينشن من برا ولا جوا؟ هم غالبا انترفينشن من برا القلب، كونهم انترفينشن من برا القلب فلذلك هم لو ريسك يعتبروا ايش؟ لو ريسك. طيب ريسك فاكت روماتيك فيفر وذاوت كاردياك انفولفمنت او كوازاكي ايش؟ وذاوت كاردياك ايش؟ انفولفمنت. ارجوكم هذول ركزوا انتم ايش عليهم، ركزوا ايش عليهم. طيب هسا ليش الاي بي دراج يوزر هو ريسك فاكتور؟ ليش المريض اللونج تيرم فينس كاثر هاي ريسك؟ ليش مرضى الدي ام هاي ريسك؟ لانه هذول يعتبروا هاي ريسك. البوردنتشن نفس الشيء، ليش؟ وليش؟ لانه هذول هاي ريسك فور بكتيريميا. هذول الناس الاي بي دراج يوزر لونج تيرم فينس كاثر هيموديا، مرضى البور ديدنشن، حتى مرضى الهيمودياليزس ومرضى الدي ام والاتش اي في، هذول هاي ريسك فور بكتيريميا. هاي ريسك فور ايش؟ فور بكتيريميا، هاي ريسك اوف بكتيريميا. طب اذا كان مريض دي ام وكان نفس هذا المريض للاسف كان شماله، للاسف كان اي في دراج يوزر، كان اي في دراج يوزر يعني اي في دراج يوزر يعني يمكن نسميه احنا بالعربي دواوين، تعرفوا دواوين بالاردن، دواوين ومداوين هاي الاشياء. طيب اي في دراج يوزر وكان عنده سكري للاسف، وكان هو صغير انولد عنده شماله عنده في
اس دي انعملها ريبير ولكنها انكمبليت ريبير، انعملها ريبير ولكن انكمبليت ريبير، واضح النقطه ولا لا؟ انكمبليت ايش؟ ريبير. وعنده بور دنتيشن، شو رايكم بهذا الانسان؟ بور دنتيشن هذا شو رايكم؟ هذا ايش؟ هذا لو ريسك ولا هاي ريسك ولا فيري هاي ريسك؟ عنده دي ام اي في دراج ابيوزر وعنده في اس دي ومظبطه انكمبليتلي وبور دنتيشن، شو رايكم؟ هذا فيري هاي ريسك، هذا شو ماله؟ فيري هاي ريسك. هسه الدي ام والاي في دراج ابيوزر بتعرضه للريسك او البور دنتيشن بتعرضه للريسك اوف بكتيريميا والفي اس دي بتعرضه. اذا عشان يصير عندنا في الكارداتس لابد من وجود شغلتين، لابد من وجود شو ماله؟ شغلتين، اول شيء البكتيريميا، بكتيريميا، والامر الثاني لازم يكون هذا البكتيريميا هو البكتيريميا ايفنت، لازم يصير عندي بكتيريميا. الامر الثاني شو لازم تكون؟ لازم يكون عندي structural abnormality in the heart. structural abnormality in the heart بتؤدي الى stasis، الى ركود الدم جوا القلب، ركود الدم جوا القلب، يعني ان يكون عندنا على سبيل المثال يكون عندنا مثلا VSD او يكون عندي VSD ventricular septal defect او يكون عندي مثلا برايمن ASD او يكون عندي مثلا اوبن هارت وعامل حاط صمام اصطناعي، هذول الاشياء او الاحداث كلها او عنده اكبر دبل هارزيز عنده اورتيك ستينوزس. اذا واضح النقطه، اذا لابد ان يكون عندي ايش؟ تو فاكتورز مهمات. structural abnormality بتؤدي الى stasis الى ركود بالدم داخل القلب لما الدم يمر في القلب. هذا structural abnormality يمكن تكون valvular heart disease، يمكن تكون open heart عامل المريض، يمكن يكون المريض عنده اصلا congenital heart disease بغض النظر، ولازم يكون عندي حدث اللي هو البكتيريميا. هذول الاثنين لابد ان يكونوا موجود. طب اذا واحد منهم لحاله شو رايكم؟ الريسك يكون اقل ولا اعلى؟ يكون الريسك اقل، لان اذا كان اثنين مع بعض المريض عنده بكتيريميا ومثلا عمل عمليه دنتال سيرجري وبنفس الوقت عنده، لذلك دكاتره الاسنان مهم جدا ياخذوا هيستوري من المريض كويس. اذا كان دكتور الاسنان بيشتغل عن مريض عنده سكري بيختلف عن مريض ما عنده سكري، او دكتور الاسنان بيشتغل عن مريض عنده ابسس في التيث وبنفس الوقت هو اي دراج ابيوزر، يعني الدكتور يعني عرف من هيستوري انه المريض بتعاطى، او انه المريض مثلا عنده congenital heart disease ومش عاملها عمليه مثلا، او المريض عنده aortic stenosis مثلا، هاي الحالات شو ماله؟ يعتبر هاي ريسك، ولازم دكتور الاسنان يعطي شوت انتيبيوتيك قبل اي اجراء جراحي مثلا خلع الاسنان قبل بساعه او 45 دقيقه، فهي مهمه جدا انكم تعرفوها. ممكن اعمل لكل اجراء طبي مشان اعطي المضادات، دكتور ممكن اعمم لكل الاجراءات الطبيه؟ هم بشكل عام لا، لكل الاجراءات الطبيه لا، هم الانفيزف بروسيجر بحكوا لك، الانفيزف بروسيجر الانفيزف بروسيجر حكت لك، في عندي الدنتال بروسيجر اهم شيء، في عندي جي اي تراكت بروسيجر، اني جينيتيونري تراكت بروسيجر، اسبيراتوري تراكت بروسيجر او سكن، هذول هم اعمم لكل الاجراءات. كل الاجراءات لا، يعني كل الاجراءات لا، كل الاجراءات مثلا ايش؟ مثلا انت بدك تعمل عنده اجى مثلا اجى بكسر بدك تعمل له انت مثلا شو اسمه كاستنج، تحط له جبيره، هل هذا الاجراء بده انتبيتك انك تحط جبيره للمريض اذا كان الكسر شو اسمه كلوزد فراكشر؟ شو رايك؟ هذا اجراء طبي مثلا، واضح؟ هذا يعتبر اجراء طبي. او مثلا اجى على المريض، اجى المريض ديهايدريشن بنعطيه فلويد، حطينا له كانيون بنعطيه فلويد، هل هذا الاجراء الطبي بده انتيبيوتيك؟ شو رايكم؟ لذلك صح، يعني شو رايكم؟ صح انه لكل اجراء طبي نعطي انتيبيوتيك؟ لا اكيد لا، بدك للانفيزف بروسيجر. ليش الانفيزف بروسيجر؟ لانه هذول الانفيزف بروسيجر ريسك اوف بكتيريميا، الدنتال بروسيجر، جي اي تراكت بروسيجر، جينيتال ريسبيرتوري تراكت بروسيجر، هذول ريسك اوف بكتيريميا، يعني البكتيريا بتدخل من هاي المناطق ومن هاي الاجراءات على الدم وبصير عندنا بكتيريميا. هل وضحت الصوره ولا لا؟ اتمنى انها تكون واضحه. طيب اللي بعديها اللي هي طلعوا شو عندي انا البديه الفالف افكتد، حكينا المايتر فالف اكثر واحد، بيجي بعدين الاورتيك فالف، لذلك الليفت سايد انفكتد مكبلاتس مور ذان الرايت سايد، اقل واحد هو البومونري فالف. تركز الفالف وين موست كومن؟ بنلاقيه عند الاي في دراج يوزر، عند الاي في دراج ايش؟ يوزر، عند الاي في دراج يوزر، واضح؟ طيب بدنا نوقف الفيديو هذا ونبلش فيديو بعديه.